أحلام شرف الدين، ممثلة مغربية 31 سنة من مواليد الدار البيضاء بالضبط في سباتة. كنشكركم على الاستضافة ونقول لكم المسيرة الفنية ديالي بدأت من 2008 في مجموعة من الأعمال المغربية. بالنسبة للدومين اللي قريت السياحة، قريت من بعد الباك سنتين في السياحة كمضيفة استقبال. وبالنسبة للمسرح أنا دارسه بلي كنت صغيرة، وكما كنقول واحد نقطة كنبغي نطرق ليها أن ما نسوش دور الشباب اللي كانوا يعني عندهم فضل كبير في النجاح بعض الممثلين كونهم أعلى. بالنسبة للدور ديالي ديال جميلة في مسلسل ياقوت وعنبر، تم الاختيار ديالي، عيطت لي مديرة الكاستينغ فاطمة زهرة الرطب من بعد ما قرر المنتج والسي خالد النقري والأستاذ المخرج ديالنا محمد نصرات أنهم يختاروا يعني الدور ديال جميلة اللي تثبت له أحلام شرف الدين. بالنسبة للدور ديال جميلة دار ضجة بزاف، علاش؟ حيت الجمهور المغربي مولف أحلام شرف الدين فواحد النمطية اللي دائما كتمثلها بنت درويشة، بنت دارهم مغلوبة على أمرها. صراحة جا هاد الدور ديال جميلة كما كنقولوا اختصر عليه المسافات بزاف، أنه اعتقني من واحد النمطية كما كنقولوا، وأن الجمهور المغربي اكتشفني في عدة أدوار من بينهم هاد الدور اللي درته، اللي هو واخا واحد الدور شوية اللي ما تقبلوش الجمهور أنني نكون الزوجة الثانية على الأستاذة نورة السقلي، مي الحمد لله عجبني ونجح، كوني أنني نقدر نقول لكم نجح، أن كمية الهجوم اللي تلقيتها وانتقادات والمعيور، ولدرجة أن الناس صدقوا الدور ديال أحلام شرف الدين هي جميلة، يعني كيصعبوني أنا في الحياة هي جميلة. بالنسبة للأجواء ديال التصوير كانت جد رائعة وكنا مرتاحين بزاف. هذا المنبر كنشكر شركة الإنتاج على رأسها الأستاذ خالد النقري اللي كان موفر لنا جميع الحاجيات الممثل باش يمثل يعني هو مرتاح، وكذلك الإدارة ديال المخرج محمد نصرات اللي واحد المخرج اللي كتحس به قريب لك، علاش؟ أنه في واحد الميزة ماشي كيبقى جالس المونيتور كيشوفه وكيقرب لك، كيختصر المسافة، كيشد هو بيدو الكاميرا وكتحس به قريب لك وكيسمع لك، وتقدر غير من الشوفه ديالو تعرفوا يعني شنو باغي. بالنسبه للصعوبات اللي تلقيتها في الدور، يعني نقدروا نقولوا ان كان صعيب عليا بزاف كون انني كنلعب مع العمالقه امثال الاستاذه نوره السقلي والاستاذ عزيز حطاب والاستاذه هدى صدقي، يعني غير كونك انك تقول الاسماء ديالهم راه مسيره فنيه وواحد مشوار فني من العطاء، وكتجيك صعيبه انك تمثل معهم، هذه من جهه. ومن جهه اخرى انني دائما كنلعب معهم كارهه عليهم، في حين انني يعني قرابين ليا بزاف وكنبغيهم وانا من لي فانز ديالهم، يعني ما يمكنش مثلا بحال الاستاذه نوره السقلي انا كنبغيها في الواقع، وكنت شحال هذه كنتمنى غير نتلاقاها ونتصور معها، اللي كتصادفك معها مشهد وكتبدا تعير فيها يعني شويه قليله في حقها، وكذلك الاستاذ عزيز حطاب وكذلك الاستاذه هدى صدقي. بالنسبة لشخصية مولاي أحمد، أنا كنلعب دور ديال جميلة، جميلة هي لواحد الإنسانة وصولية باغا توصل، أون فوا جا الحظ من جهتها ميمكنش ليها تخلي واحد الراجل جا عندها حتى رجلي بحال مولاي أحمد، يعني كما كنقول بوفوار ديالو، كتحس به مغربي كيف الشكل ديالو ولا في الكاركتير ديالو والنخوة والأصالة المغربية، وكذلك من جهة ديال الفليسات، يعني كنهضر لكم على دور جميلة مش بس يعني ما يمكنش الجميلة تفلت بحال هاد الهمزة جاتها حتى لعندها. وبالنسبة لنورة السقلي، يعني أنا كدور جميلة خصني ندافع على راجلي، ما نخليش يمشي عند يرجع عند الزوجة الأولى، مادام خلى الزوجة الأولى وجا عند الزوجة الثانية يعني خصني ندافع عليه، ما نخليش يرجع عندها مرة أخرى، هادشي علاش كنتو كتشوفوني كنتحارب وكنتقاتل باش يبقى لي راجلي عندي. فأنا كل
حاجه والستيل ديالها. المسرح بوحدو يعني كيعطيك واحد الدراسه اكاديميه غير المسرح بوحدو، كذلك التلفزيون. انا بحكم انني كنحماق على الادوار اللي كتكون هكا دراميه ومسلسلات دراميه، يعني كنحس بهم قرابين ليا. وكذلك السينما راه حاجه اخرى ومدرسه اخرى. يعني انا نقدر نقول لك انني كنشوف راسي في الدراما المغربيه يعني بواحد النسبه كبيره، وكذلك السينما. اما المسرح بحكم ان دابا عندي بنيته صغيره، المسرح كيطلب جولات وكيبغي يعني يكون عندك الوقت بزاف. انا ما يمكنش لي في هاد الفتره ممكنش ليا زعما ندير جولات مسرحيه. وشوف ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، حتى كان سيني كونطرا هذا باش كنامن انني كنت في شي عمل ولا شي حاجه. كاينين دي بروميس، كاينين شي وعود كيقولوا ان شاء الله من بعد الحجر الصحي ونخدموا، ولكن شي حاجه اللي نقدروا نصرحوا بها ونقولوا اننا غنخدموا فيها ما يمكنش لينا يعني نكذبوا على نفسنا اولا. شوف كوني انني امراه يعني وام، يعني راك عارفين العيالات كيبقاو الاغلبيه النهار في الكوزينه. الوقيته اللي كنسالي من ورا الفطور كنتفرج في مسلسل سلامات ابو البنات كيعجبني، ومن وراها ياقوت وعنبر شي حاجه اخرى ما نكذبش عليكم. هذه هي الوقيته اللي كنقدر نحضر التلفازه، وتبارك الله عليه عمل ناجح وعجبني وفيه كاز زوين، ممثلين زوين واخراج زوين. في هاد الاعمال الاخيره تبارك الله عليهم كنشوف دي زيكستري كما قلت لكم، ما كنتفرجش في الفازه مي كنشوف دي زيكستري هكا في مواقع التواصل الاجتماعي. ممثلين زوينين في المستوى، كذلك الانتاجات فيها تقدم ملموس. يعني نقدر نقول لكم ماشي حتى انا العمل اللي خدامه فيه ياقوت وعنبر نقول لكم ناجح، مي كنشوف ان في كاست واعر، ممثلين خريجي معهد فيهم داك المزيج ما بين المواهب وخريجي المعهد، وكذلك اخراج متميز والانتاج كذلك. يعني ونقدر نقول لكم واحد النقطة، أن النجاح ديال مسلسل ياقوت وعنبر النجاح ديالو هو السيناريو المحبوك اللي تحية الأستاذة نورة السقلي والأستاذ جواد الحلو والأستاذة سامية أقريو. يعني السيناريو محبوك وقصة اللي جات بدلات بزاف ديال الحوايج في الدراما المغربية. بالنسبة للحجر الصحي هو مصلحتنا باش نقدروا يعني نتجاوزوا بزاف ديال المراحل. وبالنسبه لي انا كيفاش كنقضي الحجر الصحي، بالنسبه لي جاني عادي. علاش؟ حيت كوني انا بيتوتيه يعني غير الدار، وما كنخرج الا الضروره القصوى اللي هي الخدمه ولا التبضع ولا شي حاجه، بحكم انني ما عنديش لا اصدقاء اللي نخرج عندهم ولا شي حاجه. ما جاتنيش شي حاجه اللي بدلات فيها شي حاجه ولا قنطت ولا شي حاجه. صيف غير كاينين شي ديتاي اللي قلال اللي كنفتقدوهم بحال الحمام ولا بحال زياره الاهل والاقارب، يعني كنفتقدوها. اما بالنسبه للحجر الصحي واش اثر فيا ولا لا، لا بالعكس، انا فرحانه ان الحكومه ديالنا خدات هذا القرار اننا نبقاو في ديورنا بمصلحتنا بيان سور. كنشكر الجمهور المغربي بصفه عامه وجمهور ومتتبعين احلام شرف الدين، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الايجابيه وكذلك الانتقادات ديالكم، وكنتمنى نهار على نهار نبقى في المستوى اللي عرفتوني به، والانتقادات ديالكم اللي كتكون في محلها راني كنتمشى لها. وشكرا لكم، وكنشكر موقع هيسبريس على الاستضافه ديالو الراقيه المعهوده عليه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.